نروح بقى لاخر اخبار بيراميدز وبعثه فريق الكره الاول بنادي بيراميدز اللي هتسافر النهارده برضو للامارات عشان يستعدوا للمشاركه في كاس السوبر المصري، وهيخوضوا الفريق اول تدريباتهم غدا الجمعه في الملاعب المخصصه لفريق البطوله قبل ما يختتم تدريباته على استاد النهيان مساء يوم السبت. والملعب ده هو الملعب اللي هيستضيف مباراه الفريق امام نادي الزمالك في نصف النهائي عصر يوم الاحد. دي اخر الاخبار الخاصه بالفرق اللي هتكون بتشارك في البطوله. تعالوا نروح معاكم برضو للسوشيال ميديا الخاصه بالفرق، ونروح لتخطيط البطوله والانديه اللي هتشارك من خلال السوشيال ميديا. نبتدي كده من عند نادي بيراميدز. نادي بيراميدز منافس نادي الزمالك اللي هيتقابله يوم 20 في كاس السوبر، والفائز من المباراه هيقابل الفائز من مباراه نادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا. كان حريص فريق بيراميدز ان هو ينشر عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجهيزات اللعيبه بالمعسكر، وكان في اجواء من السعاده طبعا ما بين اللعيبه. كمان في لقطه مميزه جدا بين اللعيبه، وقف رمضان صبحي حارس مرمى فيها في المران وتالق، علشان كده الحساب الرسمي نشر على الفيديو ده زي ما حضراتكم شايفين، نشر له الفيديو كتب لاعب 2-1 وحارس مرمى، لاعب وكمان حارس مرمى في نفس الوقت. اما بقى عن نادي الزمالك فنشر الاستعدادات الاخيره من ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، وده كان اخر مران للعيبه قبل ما يسافروا النهارده للامارات. وحرص الكابتن حسين لبيب رئيس النادي على زي ما قلت لحضراتكم يكون متواجد طبعا هو ورامي نصوحي، ودي بعض من صور اللعيبه طبعا، واللعيبه كلها شاركت في المران والكل جاهز وعلى قلب رجل واحد.